قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تبنى قضية ضد جميل الحسن رئيس المخابرات الجوية وعلي مملوك رئيس مكتب المخابرات التابعين للنظام، وذلك على خلفية تورطهما بتعذيب وإعدام الناشطة الأمريكية وعاملة الإغاثة من أصل سوري ليلى شويكاني. جبهات المحاكم تفتح تباعا ضد رجال نظام الأسد، إذ نشطت خلال الأيام الماضية أكثر من قضية بحق المتورطين في جرائم العنف في سوريا، واليوم وصل الطابور إلى شخصيات بارزة في حكومة النظام. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يبني قضية ضد رئيس المخابرات الجوية السابق جميل الحسن ورئيس مكتب المخابرات علي مملوك، وذلك على خلفية تورطهما في تعذيب وإعدام الناشطة الأمريكية وعاملة الإغاثة من أصل سوري ليلى شويكاني. الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن شويكاني تعرضت لتعذيب وحشي في أحد معتقلات النظام، وأجبرت على الاعتراف بجرائم لم ترتكبها، وتلت ذلك محاكمة لا تزيد على بضع دقائق وأمر بإعدامها في أواخر عام 2016. بالعودة إلى تاريخ القضية، تروي الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية بدأت منذ 5 سنوات التحقيق بهدوء في قضية قتل شويكاني، وذلك بإشراف النائب العام الأمريكي في شيكاغو، حيث سافر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أوروبا والشرق الأوسط لجمع الأدلة لاستجواب الشهود المحتملين، بما في ذلك الرجل الذي قد دفن شويكاني. وعقد المدعون الفيدراليون لجنة كبرى من المحلفين الذين يستمعون إلى الأدلة، حيث يهدف التحقيق إلى محاسبة كبار المسؤولين في النظام. لكن هل هذه العقوبات ستجدي نفعا وتعود بشيء من العدالة للسوريين، أم أنها ستقتصر على منع المتورطين من دخول الولايات المتحدة؟ وهل تعد هذه عقوبة في الأصل؟ ونرحب بضيوف هذا المحور، ياسر فرحان الباحث في القانون الدولي ضيفنا هنا في الاستوديو، وسينضم إلينا محمد العبد الله المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة من واشنطن. أبدأ معك سيد ياسر، مرحبا بك من جديد. اليوم هناك وضع مختلف، سابقا كان هناك دائما انتقاد للقرارات الأمريكية تجاه المسؤولين في نظام الأسد أنها ليست فاعلة بشكل مباشر، بل على العكس، يعني نظام الأسد ما زال مستمر بذات السياسة. لكن اليوم القضية هناك من يقول أنها مختلفة لأنها تمس مواطنة أمريكية بالأساس. أهمية الدعوة بهذا الوقت وكيف يمكن أن تتطور الأمور إلى إطار تنفيذي يؤثر على مسؤولي النظام برأيك؟ مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. ما من شك بأنه بالآونة الأخيرة نشهد تقدما لمسارات العدالة باتجاه ملاحقة المتورطين من نظام الأسد، ونشهد أيضا أن هناك قفزات نوعية تطال كبار المسؤولين لدى هذا النظام القائمين والمستمرين بذات الجرائم، القائمين على رأس عملهم حتى الآن. المساءلات الآن لا تطال فقط المنشقين اللي وصلوا دول أوروبا، تطال في أوروبا وتطال أيضا في أمريكا من ما زال على رأس عملهم، يستمرون بذات الارتكابات. وهذا له بعدين، له بعد قانوني، بعد حقوقي يحقق من خلاله قضية الملاحقة والمساءلة، يخدم العدالة بالنتيجة كغاية أساسية، وله بعد سياسي، هو رسالة توجه إلى كل الدول التي تحاول أن تتقارب مع نظام الأسد بأن هذا النظام غير قابل لإعادة الإنتاج والتأهيل. بالنتيجة هو متورط بجرائم ضد الإنسانية، بالنتيجة سيخضع لمحاكمة عادلة، بالنتيجة لا يمكن أن يستمر في حكم سوريا، وبالتالي أي اتفاقيات أو تفاهمات معه ستذهب هباء الريح، لأنه لن يستطيع تنفيذها، لن يكون موجودا في مستقبل سوريا بسبب هذه الملاحقات. وكما شهدنا بأنه الآن الموضوع يتعلق بكبار شخصيات نظام الأسد علي مملوك وجميل الحسن، وبالإضافة أيضا إلى إشارة في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن المسؤول عن إعطاء جرائم الإبادة في سوريا هو رأس النظام بشار الأسد تحديدا، يعني بأن هذه الجرائم ذات طبيعة خاصة ما كانت لتتم لولا أوامر من القيادة العسكرية العليا في سوريا. وباتجاه آخر، يعني هذه الدعوة الآن تجري أو التحقيقات تجري بالتوازي أيضا مع مذكرة توقيف صدرت في فرنسا أيضا بحق علي مملوك وجميل حسن، وبالتالي هناك
يعني انتشار وتنسيق في قضايا الملاحقة. هناك أيضا حصيلة لجهود سابقة قامت بها المنظمات السورية الحقوقية المختصة في المجتمع المدني ومشكورة مع أهالي الضحايا، مع الضحايا أيضا الناجين من الاعتقال لدى نظام الأسد. هذه الجهود ليست يعني بنت يوم واثنين أو شهر وسنة، هذه حصيلة 5 سنوات سابقة. نعم. التحقيقات مستمرة وجمع الأدلة مستمر والاستماع إلى الشهود مستمر، والآن تعطي نتيجتها بحيث تبدأ تأخذ مسارها بشكل حقيقي. طيب، انضم إلينا الآن سيد محمد العبدالله المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءله من واشنطن. مرحبا بك سيد محمد. إذن FBI تبنى قضية ضد جميل حسن وعلي مملوك، برأيك هذا التبني خصوصا بأن القضية الآن لمواطنة أمريكية من أصل سوري، أهمية القضية برأيك؟ مساء الخير لك الأستاذ المشاهدين وضيفك الكريم. بشكل رئيسي أهمية القضية، أولا هذه مواطنة أمريكية لا يمكن التغاضي عما حصل معها. كان واضح وفق أيضا ما نشرت نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس ترامب الرئيس السابق لم ترغب بإجراء رد فعل حقيقي على تصفية أو إعدام مواطنة أمريكية، يعني تم تجاهل هذا الملف. لكن منذ ذلك الوقت بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بجمع أدلة حول الموضوع. نحن في المركز السوري للعدالة والمساءلة قدمنا أدلة وشهود لمكتب التحقيقات الفيدرالي منذ حوالي 2.5 سنين، ولذلك يعني الفترة الممتدة لإجراء هذا التحقيق تشير أن التحقيق كان مكثف وجاد، وأيضا أنه غير مرتبط بالضرورة برأي سياسي للإدارة الحالية أو بقرار سياسي لرفض التطبيع، ولو أن الإعلان عن هذه الاتهامات بحق مسؤولين رفيعين بأجهزة الاستخبارات لدى النظام هو إشارة ضد التطبيع وإشارة بالطبع أن هذا النظام لا يمكن إعادة تأهيله. نتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن هذا هو اختصاص مكتب التحقيقات الفيدرالي، هذا عملهم. هناك موجب عليهم بموجب القانون الأمريكي التحقيق بالجرائم المرتكبة ضد المواطنين الأمريكيين. وفي هذه الحالة يعني نلاحظ أن باعتبارها مواطن أمريكي ليس هناك أي عائق قانوني يحيق القضاء يحول أو يعيق القضاء الأمريكي من فتح مثل هذه القضية. طيب، هذه هي الفكرة تحديدا. دائما من ينتقد القرارات الأمريكية يقول أنها تقريبا أثرها ضعيف، يعني حتى قانون قيصر مثلا وضع مسؤولي النظام على لائحة العقوبات، على أرض الواقع هم على رأس عملهم، ما زالوا يمارسون ذات السلوك، يعني العقوبات لم تفعل شيء مباشر ضد هؤلاء الناس. اليوم ما هو المختلف برأيك إن كان بهذه القضية من ناحية الأثر؟ حقيقة يجب أن نتفق أن العقوبات أو حتى المحاكمات لمسؤولين النظام هي ليست بديل عن سياسة خاصة بالملف السوري، للأسف مفقودة اليوم في واشنطن، تفتقر إليها الإدارة الأمريكية الحالية. إذا لاحظنا تسلسل الإدارات الأمريكية على مدى السنوات الماضية، إدارة أوباما كان هناك مبعوث خاص تابع للبيت الأبيض، إدارة ترامب كان هناك مبعوث خاص تابع لوزارة الخارجية، يعني تخفيض المستوى. إدارة بايدن ليس هناك مبعوث خاص لسوريا، لم يتم تعيين أي مبعوث خاص حتى اليوم. يتم إدارة الملف السوري عبر مكتب قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية، عبر مسؤول ليس يعني متدني المستوى، متوسط المستوى، لكن ليس مبعوث، ليس شخص يقدم تقارير لوزير الخارجية، ليس هناك أولوية للملف السوري في إدارة بايدن. لذلك وضع الأمور في سياق أن هذا الملف السوري ليس أولوية للإدارة الأمريكية أساسا، حتى تنظر الإدارة الأمريكية بعين مدى التأثير أو تقيس مدى تأثير سياساتها ضمن هذا الملف. موضوع قانون قيصر، من المفيد التأكيد أن من مرر قانون قيصر هو الكونغرس، ليس الإدارة الأمريكية، ليس البيت الأبيض، ليس الحكومة الأمريكية. هناك كان عمل وجهد للجالية الأمريكية السورية الأمريكية، هناك لوبيينغ، تم تمرير قانون قيصر وتم إدراج قانون قيصر ضمن موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، وبالتالي لا يستطيع الرئيس الاعتراض عليها أو التصويت بالفيتو عليها، وتم توقيعها إلى قانون. اليوم هناك سؤال، هل سيتم تجديد قانون قيصر بعد أن تنتهي صلاحية القانون ب 2025؟ لذلك النقطة الأهم هنا ليس فقط مدى التأثير، تأثير هذه الخطوات، وتأثيرها محدود، أتفق معك أن تأثيرها محدود، لا سيما أن الأشخاص لا يزالوا على رأس عملهم، وتقوم الأجهزة التي يرأسونها للأسف بالاستمرار بتعذيب وإعدام المعتقلين. لكن الفكرة الأهم من المدى المحدود للتأثير أن الإدارة الأمريكية لا تنظر للملف السوري كأولوية، ليس لديها سياسة خاصة بالملف السوري، لذلك هي تحاول أن تختبئ خلف العقوبات كبديل عن سياسة بالملف السوري، تختبئ خلف قضايا وملفات قانونية وحقوقية كبديل عن سياسة وحل ونظرة أمريكية للملف السوري هي مفقودة اليوم في واشنطن. طيب سيد ياسر، اليوم إن تكلمنا عن الأضرار المتوقعة التي يمكن أن تلحق بالمتهمين نتيجة هذه الإجراءات الأمريكية الجديدة،
بشكل مباشر لا نتوقع بأن تقوم السلطات الأمريكية فعلا بالقبض بشكل مباشر أو إحضار المتهمين، لكن تعيق حركتهم. هؤلاء لن يستطيعوا أن يغادروا الأراضي السورية إلى دول موقعة على اتفاقيات الأنتربول وغيره واتفاقيات تعاون مشترك لتسليم المجرمين. هؤلاء لن يحضروا المحاكمات كما هو متوقع، لا في فرنسا ولا في أمريكا، لا جميل حسن ولا علي مملوك ولا غيرهم، وبالتالي ستصدر أحكام غيابية بحقهم. هذه الأحكام ستسجل لدى الأنتربول، وهناك دول تتعاون مع فيما بينها بتسليم المجرمين. وكما شاهدنا بأنه علي مملوك أكثر من مرة سافر إلى دول أوروبية، وهو يتنقل في أكثر من مكان في العالم، وبالتالي هذا كما حصل في محطات كثيرة سيعيق حركته. وأيضا لها رسالة بعيدة المدى مدلولها، يعني لن يكون آنيا على المستوى القريب والمتوسط، لكن على المستوى البعيد لن يؤهل إلى أي دور سياسي في سوريا. كل المتورطين بجرائم ضد الإنسانية سيتم استبعادهم من كل أطراف، وتحديدا نظام الأسد وكبار شخصياته الذين تورطوا بهذه العمليات. وكما أيضا نجد بأنه يعني هناك هذه العمليات منع الإفلات من العقاب تجري بشكل أفقي ومتزايد وتتسع دائرتها. يعني الآن بعد ما فعلت دول أوروبية ملاحقة مجرمي الحرب بموجب قوانينها الوطنية بموجب الاختصاص الشامل للولاية الشاملة، أيضا نجد بأن هناك دول تدرس تطوير تشريعاتها بحيث تتمكن من ملاحقة المجرمين، وحيث لا تطال فقط الناس اللي وصلوا أراضيها، تطال بموجب الاستثناءات على حصانات السيادة الأجنبية، وهو مبدأ دولي ويجري يعني الآن تفكير بطرح مشاريع قوانين لتطويرها بحيث تتم ملاحقة الأشخاص حتى لو لم يكونوا وصلوا إلى أراضي تلك الدول بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وهذا ينسجم مع المعايير الدولية، يعني حماية الشعوب من جرائم الإبادة هي مسؤولية عامة تترتب على عاتق المجتمع الدولي، حكومات أو شعوب أو منظمات أو أيضا الأمم المتحدة. وبالتالي أيضا نظام روما الأساسي يجري الآن تفكيرا بإعادة تطويره. يعني من غير المعقول أن نجد بأنه الدولة الطرف أو الدولة التي تقوم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بارتكاب جرائم إبادة هي من توافق على محاكمة نفسها، وحكومة هذه الدولة هي من توافق أو تسمح للمحكمة بأن تنظر بدعاوى هي متهمة فيها. الضحايا هم الشعوب، وبالتالي هم أصحاب المصلحة في منح المحكمة هذا الاختصاص. ولذلك هناك نقاشات يعني واسعة تجري بهذا الاتجاه، قد تتطور إلى إنشاء محكمة خاصة، اتفاقية توقع عليها مجموعة من الدول الأطراف لملاحقة مجرمي الحرب وتحديدا في سوريا. قد تتطور أيضا يعني فتح ثغرة في القانون الدولي لمنع الإفلات من العقاب. باتجاه آخر نجد الآن تفكيرا بأنه اللي أعاق وصول الملف لمحكمة الجنايات الدولية من خلال مجلس الأمن هو الفيتو الروسي. يجري الآن تفكيرا، وهذه من خلال شاشتكم مناشدة للدول الأطراف أو الدول الأعضاء في مجلس الأمن أصحاب القلم دائمي أو مؤقتي العضوية، يستطيعوا أن يقدموا مشاريع القرارات بمواجهة روسيا باعتبارها طرفا في النزاع، وهذا يعيق أعمالها الحق استخدام الفيتو. وهذا بالتالي يسمح بأنه مجلس الأمن يطلع بقرار لإحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية. كل هذا مع بعضه عم يجري بشكل يعني منسق ومتوازي يعني مع مسارات أخرى، وبالتالي يعني جهود مشتركة ما بين الحقوقيين والمنظمات والناشطين السوريين والأطراف الدولية والشخصيات القانونية في الأمم المتحدة. سيد محمد، الأبعاد السياسية لهذه القضية برأيك كيف ستنعكس على نظام الأسد؟ طبعا هناك أبعاد سياسية لا يمكن إنكارها، حتى لو كانت من محض الصدفة أن الدعوة تم إنهاء التحقيق بهذه الفترة، وهو ليس توقيت بريء بالمطلق طبعا، لكنه ليس متعمد لأن الدعوة تم العمل عليها خلال السنوات السابقة، سنتين أو ثلاث السابقة. لكن أعتقد أنه تحاول إدارة بايدن لاختباء خوف فشلها بمنع الدول العربية من الهرولة للتطبيع مع النظام السوري بالقول أن لدينا دعاوى قانونية ضد مسؤولين في النظام السوري. اليوم طبعا الحصانات الدبلوماسية تحول دون محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المحاكم الوطنية في أي بلد آخر، بمعنى أنه مصر لا تستطيع أن تحاكم مسؤولين من ليبيا، أمريكا لا تستطيع أن تحاكم مسؤولين فرنسيين، هذا يشمل رؤساء ووزراء، لكن نتحدث هنا عن قيادات أجهزة أمنية لا تشملهم هذه الحصانات، وبالتالي سيصبحوا مدانين
بأحكام قضائية. لن يستطيعوا مغادرة سوريا على الأرجح لدول قد تسلمهم كما تفضل ضيفك، لكن الأثر السياسي والأبعاد السياسية لمثل هذا الملف قد يدفع بعض الدول للتفكير، وتحديدا دول يعني ليست الدول العربية للأسف، الدول على الحافة، بعض الدول الأوروبية، بعض دول أوروبا الشرقية، بعض الدول مثل النمسا مثلا أو السويد أو الدنمارك التي ترغب بإعادة اللاجئين السوريين ومستعجلة لإعادة اللاجئين السوريين. لذلك هذه الدول قد ستفكر مرارا. أن مسؤولي الأجهزة الأمنية الذين لا يزالوا على رأس عملهم يقوموا بالتعذيب مدانين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي موضوع أن سوريا أصبحت آمنة لأن المعارك انتهت هو يعني أرضية غير سليمة قانونيا، وبالتالي ممكن أصلا الدفع أمام المحاكم الأوروبية برفض فكرة ترحيل اللاجئين السوريين، وهذا حصل بالدنمارك بحالتين على الأقل. أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن سوريا ليست آمنة حتى لو كانت المدينة التي ينتمي لها اللاجئ لا تعاني من المعارك ولا تعاني من القصف. وبالتالي هناك أبعاد مهمة لمثل هذه الدعوة. اليوم سننتظر طبعا انطلاق القضية، على الأغلب ستكون محاكمة غيابية لا يكون فيها تمثيل للمتهمين، حتى لو كانت غيابية يمكن أن يكون لهم تمثيل قانوني، لكن هذا لن يحصل. وبالتالي ستكون محاكمة قصيرة باعتبار أنها ستقتصر على طرف الادعاء، لنرى الأحكام التي ستصدر بهذا السياق وردة الفعل عليها. لكن ضمن هذا، وضع هذا ضمن السياق أن فشل بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بالضغط على الدول العربية، وطبعا جلسة الاستماع التي عقدها الكونغرس من فترة قصيرة يحاول الضغط على الإدارة الأمريكية ويستجوب وزارة الخارجية الأمريكية عن فشلها بمنع فكرة التطبيع العربي مع النظام السوري وإعادته إلى الجامعة العربية. أشكرك كثيرا محمد العبدالله المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، كنت معنا من واشنطن. ياسر فرحان الباحث في القانون الدولي ضيفنا هنا في الاستوديو، ستبقى معنا في المحور الثاني. فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا.